يمنيا أيضا أحدثت الحرب اليمنية خسائر جسيمة في مدينة صنعاء القديمة التي تعج بآلاف المساجد والمنازل المبنية بالطوب اللبن والتي يعود تاريخها إلى ما قبل القرن الحادي عشر. من جهتها أفادت وكالة أنباء بتعرض جزء من المدينة القديمة للهدم جراء الحرب المستعرة منذ 3 سنوات، حيث لا يوجد حاليا سوى ركام وأشجار نخيل متناثرة. منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن طال الخراب كل شيء ما بين شجر وحجر وبشر، فمنذ 3 سنوات تسببت الأعمال العدائية لتلك الميليشيات في إلحاق خسائر جسيمة في مدينة صنعاء القديمة، وهي منطقة تعج بمساجد ومبان قديمة ونحو 6000 منزل مبنية بالطوب اللبن يعود تاريخها إلى ما قبل القرن الحادي عشر، وهو ما أحال تلك المدينة المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو، أحالها إلى أثر بعد عين. تم ضرب المنزل وأولاد العيني يتناولون عشاء، وجبة العشاء هنا، هو عائلة 4 بنات و4 أطفال. وكعادة كل أثر لهم من يرعاه ويهتم به، هكذا كانت حال صنعاء القديمة نظرا لما تحويه من كنوز أثرية، إلا أنه ونظرا لاعتداءات الحوثيين التي لم توفر شيئا إلا وطالته انتهاكاتها، الأمر الذي حمل المنظمات الدولية على الابتعاد عن تلك المدينة بل حتى الفرار منها. مهتمين بصنعاء القديمة وحتى المنظمات الدولية كانوا كلهم مهتمين بهذا المجال صنعاء القديمة، وكانوا يهتموا بالمساجد، بوابات صنعاء القديمة والبيوت صنعاء القديمة، وكانوا حتى القصر صنعاء القديمة كامل. طبعا بعد الحرب هذه ما عاد اهتموا لصنعاء القديمة. هياكل قائمة وأضرار متفاوتة في كثير من الأحياء المجاورة لمركز الاستهداف نفسه، وأخرى قد محيت من الوجود لتصبح أرضا لا يسكنها سوى الأنقاض. صابت الكثير من مبانيها بأضرار جسيمة حولتها إلى مجرد هياكل قائمة، وأيضا ألحقت أضرار متفاوتة في كثير من الأحياء التي المجاورة لمركز الاستهداف. يروى أن صنعاء تأسست قبل أكثر من 2500 عام، وأن وسطها كان يعج بالتجار ويجذب الزوار في قديم الزمان، ويأمل أهلها ألا تنسى المدينة القديمة لما تمثله من عراقة تاريخية.